أساسي. أوه مرة ثانية المتابعة، لكن يعيدها ماجد المرشدي لعبد عطيف لصناعة قادمة الآن رأسية. ماجد المرشدي بالرأس، ولكن الكرة إلى ركلة زاوية. ركلة زاوية كان خطير جدا. نايف الزرسي بالكرة الرأسية الأولى، ماجد المرشدي بخبرة رجعها لعبده. هذه كرة، هذه الأولى، هذه الأولى. شوف نايف، شوف نايف بالرأس، ارتطمت بالأرض لكن اتجهت لمكان خطير في العارضة، ردتها وكان ممكن الرد من نايف والمطالبات. نبغى جول بالرأس يا نايف، نبغى جول بالراس يا نايف. وكانت، وهذه الكره الان موجوده. هذه الاسئله طبعا من الـ من الـ 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 الـ